أقام طالبات رابع ثانوي في مدرسة النور الثانوية ببرو أقامت حفل توديع لمدرستهن، وقد أقيمت هذه المناسبة في مركز الإمام الشافعي في مدينة برو. شارك في هذه المناسبة عدد من مدرسي وإدارة وطلاب المدرسة، وقد ألقيت فيها عدة كلمات من قبل الطالبات المنظمة. أثنين جزيل الشكر على كل من كان سببا في وصولهن لهذه المرحلة، وخصصنا بالشكر لمدرسي وإدارة المدرسة. لقد وصفنا الطالبات تلك اللحظات التوديعية بالصعبة. فرحة المعلمية كانوا كالآباء لي، نطقتم لسان كل طالبة في الدفعة التاسعة أنطق بها بما رأيت في شعورهم، رأيت في شعورهم من ألم الفراق، فقلت إنما هذا ليس الوداع، بل قلنا إنما قطعنا لأنفسنا عهدا أننا لن ننسى بعضنا ما دمنا حيا. طلبة مدرسة النور الثانوي سلام مترنمة بالحضور، وهدايا أحلى وأزكى من الزهور، تدعو إلى البركة في الحضور، أسلمكم بتحية الإسلام، بتحية أصلها ثابت وفرعها في السماء، بتحية أحلى من الذهب وأصفى من الثلج. في تلك الأجواء الاحتفالية أبهرت بعض الطالبات الحضور ببعض مواهبهن الشعرية ومواهب أخرى، مما أضفى على الحفلة أجواء ونكهات مختلفة. ومن جهتهم ألقى بعض مدرسي المدرسة كلمات في المناسبة كانت مجملها تصب في خانة الحث والمثابرة والاستمرار في طلب العلم بعد المرحلة الثانوية. كانت تلك الكلمات موجهة طبعا للطالبات المودعة للمدرسة، عبروا عن بالغ سعادتهم في كونهم يشاركون مع طالباتهم في هذه الأجواء، وتمنوا لهن التوفيق والسداد والنجاح في مسيرتهن المستقبلية. عالمي لون فاقع أحمر أبيض وأخضر يشهد أننا مسلمون. بيت أنا كسر لنا الشيء ده، لكن أنا دين أقرأه أيها هل كان يدك الشيء بحوية بيت كاسي سيلان يهو رئيسنا والله تبارك أنت. وفي نهاية الحفلة التوديعية تسلم بعض مدرسي النور الثانوية من الطالبات التي أعددن الحفلة، تسلموا شهادات تقديرية عرفانا للجهود التي بذلوها للطالبات أيام الدراسة. الوداع والفراق صعب ولكن لا بد منه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وتأتي مثل هكذا من حفلات ومناسبات في وقت يشارف فيه العام الدراسي على الأفول. عبد الملك موسى علدون، تلفزيون جمهورية صوماليلاند، برو.